صباح الخير، صباح الخير او مساء الخير عليكو في اي وقت بتشوفوا فيه الفيديو ده. وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكو، ويا رب يعيد عليكو الايام بخير ان شاء الله. النهاردة سابع يوم رمضان. قد ايه كان نفسي اصور من اول يوم. انا حبيت بقى ان انا اصور لكم كده، اخد اليوم من اوله عشان خاطر لو اتاخرت شويه كمان مش هصور، لان من اول يوم رمضان وانا عايزه اصور. بس غصب عني اول يوم رمضان ما قدرتش ان انا اصور خالص، اللي هو كان كل تركيزي ان انا ها اليوم هيخلص ازاي. وطبعا ما كنتش مظبطه فيه اي حاجه ان انا اصورها بس. وتاني يوم بقى وتالت يوم يعني هم عدوا برضو وانا عايزة اصور، بس ما صورتش. يعني اللي هو ايه، كنت اصحى من النوم شوية وهصور وخلاص. يعني عشان كده انا بصور لكم دلوقتي اول ما صحيت من النوم. تعالوا نشوف الساعة كام. اين الفوكس؟ انا لا ارى. نرجع ننام تاني. المهم كل يوم اقول هصور ويحصل معايا ظرف ويخليني ما صورش. والصراحه اليومين اللي فاتوا كنت بعاني بجد. القطط بتاعتي كان جالها حاله تسمم، وكنت بقى بعالج فيها اليومين اللي فاتوا دول. الحمد لله والشكر لله، يعني هما دلوقتي بقوا كويسين الحمد لله يا رب. الحمد لله. بصوا، الواحد ما يعرفش قيمه الصحه فعلا، او ما يعرفش قيمة النعمة غير لما يعني بيلاقي ان هي ايه، مش بتزول منه. لا خالص والله الحمد لله. الكاميرا فصلت. بصوا ادعوا ان الفيديو ده يكمل ان شاء الله ان شاء الله. بصوا انا قتيلة الفيديو ده، ان شاء الله هكمله وهنزله النهاردة. ازاي مش عارفة، بس ان شاء الله هنزله النهاردة. المهم اللي حصل بقى انه ايه، ان هما تعبوا وانا للاسف ما كنتش عارفه اعمل ايه. والمشكله ان هما تعبوا بالليل، يعني مش مثلا هاخدهم وانزل بقى على الدكتور او كده. اكلم بقى كل الدكاتره، دي حاله تسمم. ايوه ماشي، ما انا فاهمه، بس قولوا لي بقى اعمل ايه. المهم جبت لهم بقى حقن اللي هي بتاعه التسمم، وحقن عشان للاعصاب. الدكاتره كتبوا لي على انواع حقن يعني، وطلبتها وجات لي. المهم بس عايزه اقول لكم والله العظيم بجد كانوا الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان اليومين دول عدوا. انا ما شفتش اصعب من اليومين دول. انا ما كنتش نايمه فعلا، ما نمتش، وكلنا هنا في البيت ما نمناش. واللي هو ايه، وصلنا لمرحله انه كل شويه حد طب ايه، ادخلي انتي نامي وانا هخلي بالي من القطط. والمشكله ان هم يعني مش عارفين يقعدوا بيهم لوحدهم، واللي هو ان لازم نقعد مع بعض. احنا نقعد مع بعض نخلي بالنا منهم كلنا واحنا قاعدين مع بعض. انما لو حد قال بجد والله بتبقى المسؤوليه كبيره قوي قوي، وهو مسؤوليه انك تبقى عندك روح، دي يعني صعبه جدا. والحمد لله وشكر لله يا ربي على نعمتك ان هم خفوا، والحمد لله على كل حال يعني الحمد لله. يعني اهو اليوم، اهو اليومين دول عدوا الحمد لله. نيجي بقى النهارده، اول ما صحيت اصلا قلت لا انا لازم اصور. انا عارفه ان انا لو ما صورتش مش هصور، يعني اخد اليوم كده من اوله وان شاء الله مع بعض، ان شاء الله مع بعض للاخر باذن الله باذن الله باذن الله. المهم النهارده انا ناويه اني مش عارفه اعمل اكل ايه الصراحه. هو انا في البيت هنا باكل لوحدي وهم بياكلوا لوحدهم، عشان خاطر انا عايزه شويه اعمل اكل هلزي شويه. فمش عارفه اعمل ايه، بس احتمال اعمل كمباب، واحتمال اعمل جمبري، مش عارفه يعني. هشوف احنا مع بعض لاخر اليوم وهنشوف انا هعمل ايه. بس هقوم بقى دلوقتي ان شاء الله اصلي الظهر
وارجع لكم. حاجة صح نسيت اقول لكم عليها، انه انا الفترة اللي فاتت دي انا يعتبر ما قرأتش قرآن غير هما اول يومين بالظبط، وده حاجة وحشة جدا جدا. بس اللي هو يعني بجد والله كان بيحصل حاجات كتير قوي بتخليني غصب عني غصب عني ما اقدرش ان انا اقرأ قرآن. فالنهاردة ان شاء الله هرجع اظبط تاني، هصور معاكم النهاردة وهرجع بإذن الله أقرأ تاني بإذن الله يعني. واكتبولي في الكومنت لو انتوا حابين النظام ده من الفيديوهات، انه اصور لكم الفلوج اليومي بتاع شهر رمضان او كده، من اول ما بصحى لحد ما بنام. اكتبولي في الكومنتات، هعمل لكم الفيديوهات دي، انا حبيتها قوي. فصلي وان شاء الله اقرا قران شويه كده. اكتر حد بيدينا حافز ان احنا نقرا قران اصلا في الجزء ال 24. ايه انا كان زماني خلصت، لاني انا كنت بختم الختمه اللي قبل كده، واول يوم رمضان كنت انا في اول يوم رمضان كنت انا في الجزء ال 23، خلصت السبع اجزاء وبدات من البقره. كان زماني دلوقتي في نص البقره تاني مره. ما شاء الله. اكتر حد، حد مين حاجه؟ ده في ناس بتختم اكتر مننا. لا انا بتكلم على اكتر حد في البيت هنا. في البيت بقى كلهم مشكله التليفونات. طب احنا اليومين اللي فاتوا قعدنا بذمتك. لا بس برضو اكتر وقت يا اسماء، برضو التليفون يا اسماء. طب خلاص انا بصور لكم وانا لسه صاحيه من النوم، حتى ما رتبتش السرير ولسه ما نضفتش الاوضه زي ما انتم شايفين يعني. تعالوا صحيح ما اكلمكم على ال فرش ده. اختي كانت جايباهولي، ومش عارفه بقى اعمل بيه ايه، مش عارفه يعني اللي هو مش عارفه افرشه على ايه او كده في الاوضه يخليني احس برمضان. زي ما انتم شايفين اصلا الاوضه بتاعتي صغيره. حقيقي انا اسفه على الصوت، انا شلته عشان كان في صوت كركبه شويه. كنت بقول لكم هنا انه ده الدراي وده الباسكت والميه، واني هنضف السرير وهفرش السجاده واصلي الظهر وهرجع لكم تاني. وكنت بقول لكم فيه برضو انه المفرش مديني شويه جو رمضان كده. يعني حاولت ان انا اعمل اي حاجه تحسسني برمضان. وهنا كنت بقول لكم انه بما اني داخله اصلي فاكيد هغسل وشي واسناني. كنت بعرفكم عن اكتر حاجه او اكتر يعني اكتر منتجين حلوين في الدنيا كلهم، ما ندمتش اني دفعت فيهم فلوس والله ما ندمت. واللي حابب ان هو يجربهم مش هيندم وهيحبهم قوي. المعجون الاسنان ده تحفه 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 بجد، قوي قوي وبيبيض السنان وخفيف. يعني ما بحسش ان انا اسناني حساسه، فبحس بعديها ان انا اسناني بتكني كده بعد ما بغسلها. حلوه قوي وتحفه. وانه ده الغسول، لو بشرتك مختلطه يعني انت هتحبي الغسول ده جدا، هتحبي الغسول ده من هنا لاخر الدنيا. بيخلي البشره كده بتلمع كده وقمر قمر قمر يعني، وبالذات في الصيف بجد والله. ودلوقتي جيت بعد ما صليت الحمد لله الظهر والعصر الاثنين وفرشت السرير بتاعي. هو اكيد الاوضه مش الطف حاجه، بس انا بحاول ان انا اخلص اليوم بجد يعني. هقعد بقى دلوقتي اقرا شويه قران. المصحف ده غالي على قلبي قوي قوي قوي. المصحف ده كان جاي لي هديه في عيد ميلادي ال20، بحبه قوي. انا وصلت فاكره والله لحد الجزء الثالث. ماشي ان شاء الله ابدا بقى دلوقتي اقرا شويه. الحمد لله قرات لحد الجزء الرابع، وان شاء الله اكمل باذن الله بعد صلاه التراويح. احاول ان انا اقرا اي حاجه، لان انا
صراحة مش عاجبني ان انا يجي رمضان كده واكون الفترة دي كلها ما قرأتش او ما قرأتش الكمية اللي انا كان نفسي ان انا اقرأها، بس الحمد لله وان شاء الله خير. يعني هقوم بقى ابدأ ان انا اجهز في ده اول حاجة هبدأ ان انا اعملها الكمباب، ده ورق النوري او الكم او الاعشاب البحرية، ده بيستخدموه الكوريين في عمايل السوشي او الكمباب او اي اكله ممكن يضيفوها له عادي، ما فيش مشكله. بيدي طعم حلو قوي 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 بجد، هو عامل زي طعم السمك كده، هو طعمه غريب بس هو بيدي حاجه تحس ان انت بتاكلي اسماك. وعايزه بقى بعديها ابدا اني اعمل اقطع بقى الباينابل بالاناناس والتفاح، حاجه كده زي طبق الفواكه او سلطه الفاكهه، بس يعني هي مش فيها فاكهه كتير، بس هضيف لها احتمال اضيف لها فراوله، حرنكش، الحاجات دي يعني بتدي طعم حلو برضو. فيلا بينا يلا بينا. اول حاجه عملتها اني بدات ان انا احط زيت في القالب، وحطيت فيه السمكه وحطيته في الفرن، وبعد كده جبت بطاطسايه وقشرتها وقطعتها مكعبات وحطيتها كده على جنب عشان اسلقها. وبعد كده هبدأ ان انا اقطع البتنجان، انا استخدمت نصها بس ما استخدمتهاش كلها، وقطعتها برضو زي الموجة كده عشان خاطر لما اقليها تستوي يعني بسرعة. وده الجمبري، هوريكو الطريقة حلوة قوي قوي بتخلي الجمبرياية شكلها كيوت قوي، هوريكو برضو كمان شوية تبقى عاملة ازاي. هجيب الجمبرياية كده ومن عند الراس اللي هي من عند الرقبة يعني، واقوم قطعها حاجة بسيطة كده بحيث ان هي لما تستوي هتلاقيها اصلا واخدة الشكل ده، شكل كيوت قوي قوي يعني. بعد كده هحط المكعبين زبدة والبتنجان، وانا اوريدي اصلا سلقت البطاطس وحطيتها تستوي تاخد لون كده ذهبي، هيبقى اصلا طعمها في الاخر قمر جدا 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 يعني. وهستنى بقى لحد ما يستوي، وبعد كده هبدا ان انا اعمل الجمبري علشان خاطر اسويه يعني، ووريكم الشكل بتاعه هيبقى كيوت ازاي. اكتر مرحله بحبها اصلا، وهنا بضيف 2 توم، فصين توم بس قطعتهم صغير. بصوا هنا بدأت اوريكم انه الجمبري بس الفوكس، ايوه بالظبط كده، الجمبري بقى عامل زي الايه مش عارفه والله، بس بيبقى شكله كيوت قوي لما بيتحط على الاكل بالمنظر ده. جربوه وهتحبوا قوي الموضوع. وبعد كده هبدا ان انا احرس البطاطس دي بحيث ان انا استخدمها في ورق الكمباب، طبعا انتوا شايفين شوكليت معايا. المهم انتوا تقدروا تستغنوا عن البطاطس دي وتستخدموا بدلها رز، بس انا حبيت ان انا اغير شوية. هو الكمباب لما بيتعمل، هاي فاطمة فاطمة اختي، الكمباب لما بيتعمل بيتحط عليه رز، بس انا قلت اجرب بطاطس. وبعدين ده البيض ده انا عاملاه زي الاومليت كده، ايوه طبعا. وبعد كده بحط خيار والبتنجان. صراحه ما حبيتش ان انا اضيف المخلل او الكيميتشي، اكتفيت بالبتنجان والخيار يعني. وبحط هنا بطاطس بحيث ان هي تقفل عشان ما تبقاش محتاجه زيت وكده. وهبدا ان انا الف هون الورق النوري، وهعمل بقى واحدة تانية بس بسرعة علشان خاطر ما طولش عليكم وقت الفيديو اكتر من كده. وهبدأ ان انا اقطعه هنا. بعشقه. بصوا يا جماعة انتوا لما هتجربوا الكمباب او ورق النوري بالذات، والله بجد مش تقدروا تستغنوا عنه، حلو بطريقة ما تتخيلوهاش ومشبع والله بجد. اي حاجة تتحطوا جواه وتاكلوه يعني مشبع جدا. وبدات بقى ان انا اضيف الجمبري والسمك. هنا بقى انا اتغبيت يعني، انا حطيت زيت في القالب ونسيت احط في ورق الزبده، فشلت بقى الجلد وخلاص. المهم يعني، وده كان الاكل بتاعي مع السمك. طبعا بصوا اكله حلوه جدا جدا ومشبعه جدا 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 فوق ما تتخيلوا بجد، ما كنتش قادره اخلص. انتوا شايفين الكميه قد ايه. هي دي بقى العبايه اللي ان شاء الله هصلي بيها التراويح. هي انا اخترت العباية دي علشان خاطر حاسة فيها باجواء رمضان قوي.
هي على الطبيعة أحلى بكتير قوي. هي فيها حزام كده في النص، تقدري بقى ان انتي تربطيه من قدام او تضيقي العباية لورا. وفيها سوستة طويلة بطول العباية كلها بحيث ان هي تسهل يعني اللبس. وبس هو ده الاوتفيت بتاعي النهاردة، اوتفيت قمر الصراحة. اكتبولي بقى في الكومنتات عملتوا ايه النهاردة. وبس كده هلبسها بقى وان شاء الله اروح اصلي وارجع اعمل لي قهوة. بجد بجد محتاجة ان انا اشرب قهوة بجد. طول اليوم مفيش مية، فنقص المية ده بيخلي الواحد عنده صداع. فدي بقى انا بستنى طول اليوم بس عشان خاطر اشرب فنجان القهوة او ايا كان بقى، عاملة قهوة تركي او نسكافيه. بس انا الصراحة يعني وحشني قوي النسكافيه، وفي نفس الوقت القهوة مش عارفة. هنشوف هعمل ايه، وهصلي ان شاء الله وهخلص صلاة وارجع لكم. بصوا هي العباية تحفة تحفة بجد، ومش عارفة ابين الشغل بتاعها، بس هي حلوة قوي وعجبتني قوي. هحاول اني اوطي. عجبتني قوي الشغل بتاعها، عجبني جدا. اللي زعلني بقى ان هي ما فيهاش جيوب. انا بحب الحاجات اللي بتكون فيها جيوب جدا، بس عادي بقى يعني حلوة حلوة قوي. قمر قمر بجد، وعلى الطبيعة حلوة حلوة جدا وناعمة جدا وخفيفة، اللي هو عشان الصيف بقى وكده. وهنا كنت بدأت ان انا اعمل طبق الفاكهة اللي كنت قايله لكم عليه في نص الفيديو. اول حاجة عملتها اني قطعت الاناناس، يعني قشرته ورا الكاميرا طبعا. وهنا كنت بقطعه شرايح عشان اقطعه مكعبات صغيرة. مش عارفة الصراحة هبدأ ان انا اضيفه ازاي في الطبق الاخير يعني، بس يعني ادينا مع بعض. وهنا كنت بحاول ان انا اقطع التفاحه، بس التفاحه كانت كبيره قوي على القطاعه، فاللي هو وصاي بقى زهقتيني. وبدات ان انا بقى ايه اكمل تقطيع على الشكل الاساسي اللي عملته القطاعه اصلا بتاعه التفاح. فطلع لي بقى التفاح بالشكل ده. يعني انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا انه نص التفاحه من جوه اللي هو بيترمى ده مفتوح لحد نصها، بس ما قدرتش اكمل. الاطباق القمر، الاطباق اللي بجد مش خساره فيها الفلوس وتحفه، وبالذات اللون ده انا بحب قوي اللون ده يا جماعه. وهنا بقى كنت بقطع الباينابل. دي اسهل طريقه الصراحه توصلت لها من التقشير والتقطيع الكامل وكده. بدات ان انا اقطعها كشرايح، ومشيت السكينه كده في ما بينها وما بين القشر بتاعها، ومشيت السكينه من تحت بحيث ان هي ايه اعرف اطلعها وتكون مخليه من الـ من الـ من البذور اللي بتبقى لازقه فيها دي. الطريقه دي اسهل طريقه واكتر طريقه مريحه الصراحه. وهنا كنت جبت القطاعه بقى بتاعت التفاح، وبحاول ان انا اقطع مكعبات صغيره بحيث ان انا اشيل الجزء اللي بيبقى في النص ده، لان هو ما بيتاكلش، فعشان خاطر ابقى عارفه ايه الجزء اللي انا مش عاوزه اكله بالظبط. وهنا كنت بوريكم بقى الشكل الاخير، كانها ورده والله، يعني تحفه 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 بجد. وبحب اقول باينابل. هنا بقى بدات ان انا اضيف الاناناس بس مش هضيفه كله، بحيث ان انا اشوف كده الشكل هيوصل لايه. وحطيت بقى التفاح. انا كل ده عماله اعمل الطبق وانا مش عارفه اصلا انا هعمل شكل ايه، ولا هيبقى ايه في الاخر، ولا اي حاجه.
طول ما انا ببقى بعمل حاجه ببقى خايفه لا تبوظ، علشان خاطر اللي هو ايه ده يعني، يا ربي كمان باظت اعمل ايه. المهم وده تبقى ضيف بقيه الاناناس. وهنا بقى بدات ان انا اجيب الفراوله والحرنكش، اي حاجه تكسر اللون الاخضر والاصفر ده يعني. فجبت اورنج واحمر، فبس الصراحه ادوا شكل تحفه. شوفوا اللون الاحمر لما اتحط عمل ايه، قمر قمر. والصراحه كان طعمه حلو قوي قوي، خلص 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 في لحظتها يعني. والمعلومه انا لوحدي اللي اكلته. هو كان حلو جدا. واكتر حاجه كانت مسكره فعلا الاناناس، مش الباينابل. الباينابل كان مسكر وكل حاجه، بس الاناناس كان اكتر. وبس كده. اصبري، انا مش عارفه مش لازم تربطيهم. هو انا كده طلعت البيت كله اصلا بيعملوا تسريع بقى. ايه بقى؟ يا ستي انجزي. اوكي انا هي والله في العبايه. انت اصلا المفروض ابقى انا كده عشان هو لما يفرقع الزيت. انا خايف. قربي قربي قربي، ما تخافيش منه، ما تخافيش يا عم، موت مع بعض عادي. نتشاف مع بعض. او ماي جاد. هو في كمان آه. بس كده. وهنهي الفيديو هنا. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اقابلكم في فلوج تاني. هو ده القمر، بس انا مش فاهمه هو مش واضح ليه. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. مش هشيل صوتك على فكره. بصوا اليوم النهارده كان تحفه. انا وريتكم الفطار بتاعي والحلويات وكل حاجه. ولو انت وصلت لحد هنا فانا بحبكم قوي، وبليز لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين اعمل فلوجات كتير كده. وتنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان تشوفوا اي فيديو جديد انزله، وتفعلوا زر الجرس. بس كده، بحبكم قوي. باي.